أستاذ عبد القادر، دعنا نشاهد مقطع الفيديو هذا والذي يظهر فيه أحد المتظاهرين بساحة التحرير في بغداد بشكل مؤثر للغاية، حيث أنه تعرض للضرب والتنكيل من قبل الميليشيات، إلا أنه أصر على رفع العلم العراقي. دعنا نشاهد لكي نأخذ رأيك في هذا المقطع. عدنا لكم مجددا. بلا شك مقطع مؤثر وتداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبماذا تعلق أستاذ عبد القادر على هذه العزيمة والصمود الكبير الذي تحلى به هذا المتظاهر؟ هذه طبيعة الشعب العراقي، الشعب العراقي ذو عزيمة تمتد من جذور كبيرة تماما، فلذلك ترى أن هؤلاء الشباب يعني يقتل صاحبهم وهم يستمرون في التظاهرات، يتقدمون بصدور عاري ويعلمون أن الموت ينتظرهم لكنهم يتقدمون. هذه الشجاعة حقيقة ثابتة كالجبال الراسيات التي تثبت على الأرض. لذلك حقيقة إذا رأيت شهادات العالم من هتلر إلى غيرها وهم يصفون الجند العراقي ويصفون الشخصية العراقية، هي عنيدة حقيقة تمتلك عزيمة كبيرة. وهذا الإصرار يؤكد على أن هذه الثورة ستنتقل والانتفاضة إلى مراحل متقدمة، وبالتالي سيعول عليها في استعادة العراق. بالتالي أن ما يقدم اليوم من تضحية هو مداد وطريق سينير للعراقيين أن يأخذوا بهذه العزيمة وأن ينطلقوا وأن يهبوا هبة رجل واحد استعادة البلدين.